نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إيقاف صرف المقررات التموينية في منتصف شهر أكتوبر الجاري نتيجة إجراء تحديث للنظام على ماكينات صرف السلع. وشدد المركز على انتظام صرف المقررات التموينية لجميع المستحقين بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يوميا بالأسواق كافة. وفي سياق متصل، يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25%. شاركت مصر في فعاليات منتدى التمويل الأخضر والاستثمار الذي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفرنسا. خلال الفعاليات التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك قبيل زيارته المرتقبة لمصر خلال أكتوبر الجاري. شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه التعاون بين مصر والمنظمة في مختلف المجالات في ضوء التاريخ الممتد بين مصر والمنظمة في تعزيز فعالية التعاون الإنمائي والاستفادة من منهجيات وسياسات ومنصات المنظمة في تحفيز التمويل المختلط وتمكين القطاع الخاص. ذكر البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أن معرض التجارة البينية الأفريقية الذي تستضيفه القاهرة من 9 حتى 15 نوفمبر المقبل يعد منصة باتجاه تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية. وأشار البنك إلى أن المعرض الذي تستضيفه القاهرة للمرة الثانية بعد استضافة دورته الأولى في عام 2018 يهدف إلى التعامل مع المشكلة الرئيسية التي تحول دون تعزيز التجارة البينية الأفريقية، وهي نقص الوصول إلى معلومات الأسواق. في أسواق البترول العالمية ارتفعت الأسعار في آخر تداولة رسمية، لكنها سجلت أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس، وذلك بعد أن أجج رفع جزئي لحظر تصدير الوقود في روسيا المخاوف إزاء الطلب بسبب التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 61% إلى $84.58، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 58% إلى $82.79، كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 31% لتصل إلى $2.09 للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 45% لتسجل $3.34 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجع احتياطي الصين من النقد الأجنبي بأكثر من التقديرات الشهر الماضي وسط ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية. ووفقا لبيانات البنك المركزي الصيني، بلغت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي 3.115 تريليون دولار في سبتمبر، متراجعة بمقدار 45 مليار دولار. أضافت وزارة التجارة الأمريكية 42 شركة صينية إلى قائمة حكومية للتحكم في الصادرات بسبب دعم هذه الشركات للقاعدة الصناعية العسكرية والدفاعية الروسية. كما أدرجت الوزارة في قائمة مراقبة الصادرات التجارية 7 كيانات من عدة دول، منها فنلندا وألمانيا والهند وبريطانيا. من جانبها، وصفت الصين الإجراء الأمريكي بأنه ترهيب اقتصادي. أيد صندوق النقد الدولي دعوة مجموعة بنك التنمية الأفريقي للدول الأفريقية للتوقف عن الحصول على القروض المعتمدة على ضمانات من مواردها الطبيعية. جاء ذلك خلال لقاء مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا برئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي أكينومي أديسينا في كوت ديفوار. هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس صندوق النقد الدولي مقر البنك منذ إنشائه في عام 1964. توقع البنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا هذا العام إلى 2.5% مقابل 3.6% في العام الماضي. وتوقع بيان للبنك الدولي أن ينمو اقتصاد بجنوب أفريقيا بنسبة 0.5% فقط هذا العام بسبب أزمة الطاقة، مشيرا إلى تباطؤ النمو في نيجيريا وأنغولا إلى 2.9% و1.3% على التوالي.